مساء الخير، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. اللقاء بيتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أكسترا اليوم اللي كالمعتاد بيضم العديد من الملفات المهمة اللي كانت بارزة على مدار اليوم. البداية تكون مع اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللي تناول يمكن العديد من الملفات المهمة أكيد يعني هنستقرئها في حلقة اليوم. أيضا هيكون لنا وقفة وحديث حول توجيه مصر لخطاب لمجلس الأمن حول تطورات السد الأثيوبي، وقفة أخرى لنا ونقاش عنوانه الأول مصر يعني تصدر أو تتصدر قارة أفريقيا في تأثير القوى الناعمة عالميا. إذن على مدار ساعة إلا قليلا هكون مع حضراتكم أنا رغدة بكر. البداية من هذا الخبر، اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان الذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدد كبير من المبادرات في مجالات الصحة، التعليم، الثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل في المبادرة، مشددا على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول التطورات في ملفات قطاع الصحة، ولفت إلى متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير نحو 30 مشفى و500 وحدة ومركزا طبيا في محافظات المرحلة الثانية في التأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط، المنيا، كفر الشيخ، شمال سيناء ومطروح. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة. أشار المتحدث الرسمي أيضاً إلى أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار متابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه الرئيس الحكومة بضم نحو 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة وصلت إلى 10 مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة. مزيد من المتابعة والنقاش معي على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. تحياتي حضرتك أستاذ عماد. يعني الرئيس السيسي يطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، طبعا مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان، ويوجه بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية له. أهمية هذا المشروع أستاذ عماد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن أن هذا المشروع يعني إذا أحسن يعني تنفيذه بالصورة التي يتحدث عنها السيد الرئيس ورئيس الوزراء سيكون تطورا مهما جدا في حياة المصريين عموما، لأنه يعني دايما الناس بتقول أنه تنمية البشر هي أهم من أي تنمية، هي المقدمة. لا يمكن الحديث عن أي تنمية متكاملة سواء مادية في الزراعة أو الصناعة أو في أي مجال أو في البنية التحتية عموما إلا لو كان أساسها الإنسان. وهنا هذا الأمر ليس فقط مجرد شعار، ولكنه أيضا ينبغي أن يترجم بمعنى أنه ما يقصد بالتنمية البشرية هو أن أنت بتقدمي للمواطن المصري كل ما يرتقي بفكره بوعيه بأمنه القومي، وبالتالي حينما ننجح في هذا الأمر التنمية البشرية ننطلق أكثر في التنمية الأخرى وكل أنواع التنمية. بطبيعة الحال هناك علاقة مباشرة بين كل أنواع التنمية. ليس من الصحيح أيضا أن البعض أحيانا يدخل من التنمية المادية ويعتبرها مسألة يعني لا قيمة لها أو ذات قيمة صغيرة، وهذا خطأ، لأنه أيضا نحن لا نستطيع أن نتحدث عن تنمية بشرية بالمفهوم الصحيح
الا في وجود ايضا التنميه المعنويه بمعنى او التنميه الماديه، بمعنى انه مش هنقدر نتكلم عن تعليم كويس او صحه كويسه لما يكون عندي مبنى مدرسه كويس ومستشفى كويسه وفيهم الات كويسه، بجانب بطبيعه الحال المدرس والدكتور والمهندس والمثقف، كل الامور متكامله مع بعضها. وبالتالي النجاح او التحدي الحقيقي هو كيف يمكن دمج كل ذلك في منظومه واحده بحيث ان انت ترتقي بالتنميه البشريه للمجتمع المصري كله. يعني باستكمال كلام حضرتك، الرئيس السيسي أيضا يستكمل مسألة البناء والتنمية فيما يخص الرعاية الصحية، بتحديد سرعة الانتهاء وتطوير 30 مشفى 500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية في التأمين الصحي الشامل. الأستاذ عماد، يعني من وجهة نظرك إزاي ده بيعبر عن الاهتمام الرئاسي بملف الصحة؟ يعني للامانه ملف الصحه من اهم الملفات، اظن او واحد من اهم الملفات اللي الدوله نجحت فيها والرئاسه في السنوات الماضيه. كان في مبادرات في منتهى الاهميه، مبادره التامين، طبعا مبادره الفيروس سي ده مساله في منتهى الاهميه، نحن نجحنا في يعني تحقيق انجاز حقيقي فيها. مبادرات اللي هي الصحه الساريه او ال 100 مليون صحه، بالطبع اظن ان المشروع الاهم على الاطلاق هو التأمين الصحي الشامل اللي بدأ في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية الصغيرة، لكن إن شاء الله سيتم استكماله تباعا. المبادرات التي تم الحديث عنها اليوم هي جزء من هذا الأمر، لأنه أيضا كثير من الناس لا يدرك بعض التفاصيل المهمة، أنه لا يمكن أن يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل إلا بوجود مستشفيات مجهزة، بوجود كوادر طبية سواء دكاترة أو تمريض، إلا في وجود قدرة على التمويل. هذا موضوع مهم جدا للاستدامة، فلا بد أن تكون كل مصادر التمويل المستدام جاهزة. فكل يوم بنحقق فيه جزء من هذا الأمر بنوصل فيه أكثر وبنبكر فيه تحقيق التأمين الصحي الشامل. وحينما نصل إلى أن كل مكان في مصر يطبق هذا الأمر، ما أظن هيكون تطور في منتهى الأهمية للبلد بأكبر. لفت نظري ايضا في البيان ان الرئيس السيسي بيوجه بالتوسع في اقامه منشات الصحه النفسيه. استاذ عماد، الى اي مدى هذا الامر بيعبر عن الاهتمام الشامل بكافه جوانب الصحه ايضا؟ الصحه النفسيه جانب مهم بطبيعه الحال مع تعقد مجالات الحياه والظروف يعني المشاكل الحياتيه في المجتمع في العالم باكمله. اظن انه مهم جدا وانسانيا ان احنا يبقى عندنا هذا الامر، وبالتالي التوسع في هذا النوع من المستشفيات اظن في منتهى الاهميه، يعني وسيعود بالنفع على البلد بطبيعه الحال. مساله ضم اكثر من 8 مليون منتفع من تكافل وكرامه وايضا العماله غير المنتظمه في قطاع التشييد والبناء لمظله التامين الصحي، ما الذي يعنيه هذا التوجيه المهم يا استاذ عماد؟ هذا واحد من اهم القرارات. كما نعلم التامين الصحي الشامل يقوم على فكره ان المنتفع لابد ان يسدد جزءا معينا من الرسوم حتى يضمن الحصول على هذه الخدمه له ولاسرته، او حتى في نطاق بعض المؤسسات التي تقوم بالتامين الشامل او الاشتراك في هذا المشروع لمصلحه اعضائها. ما حدث اليوم ان 8 مليون شخص سيتم دمجهم في هذا المشروع، وهيكلفوا الدوله مبلغ كبير اظن حوالي 10 مليار جنيه، وده تطور مهم. معناه انه كل المصريين غير القادرين على المساهمه او الاشتراك في هذا المشروع سيكون بامكانهم المشاركه في الاشتراك في مشروع التامين الصحي الشامل. وده تطور يصب ليس فقط في مساله الحمايه الاجتماعيه، لكن ايضا في العداله الاجتماعيه، لانك بتوفري لكل مواطن مصري الحق في الحصول على الخدمة الطبية الصحيحة والكاملة. يعني بنقبل أن يكون كافة هذه التوجيهات جميع المنفذين لها موفقين، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا أستاذ عماد على وجودك معنا، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا جزيلا لحضرتك. مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة
لبناء الإنسان، والذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف استفادة جميع فئات المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفعالية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، مشدداً على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكداً تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً التطورات في ملف قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر مدينة النيل الطبية، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هيرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسي ليصبح مركز تميز إقليمي، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح. وفي ذات الإطار استعرض السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، ذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانات الطبية والبشرية رفيعة المستوى. كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرس الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية. شهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة. كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى سكينة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العالمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخنكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية لإقامة ممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه سيادته الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة. مشاهدينا، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في مقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجا في جميع المحافظات لاستهدافهما بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. وشاركت بصورة افتراضية كل من الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة المصرية على دعم المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء الملقى على عاتق المواطنين في تلك المناطق. وفي هذا الإطار أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قامت بعدة مبادرات عبر مختلف أجهزتها وجهات الدولة المعنية مثل مبادرة كلنا واحد، مشيرا إلى أن تلك الجهود تهدف في الأساس إلى دعم المواطن المصري والتأكيد على دعم الدولة المستمر له، ولافتا في هذا الصدد إلى جهود تحالف العمل الوطني الأهلي التي تتكامل مع جهود الدولة، كما أن هناك إمكانية للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن بما يسهم في تعبئة جهود جميع الأطراف، ومعربا عن تطلعه للاستماع لمختلف المقترحات حول هذا الأمر. كما ناقش الاجتماع عددا من المبادرات التي يمكن أن تطبق بهدف دعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجا. وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني لما أوضحته وزيرة التخطيط خلال الاجتماع من برامج تضمنتها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف دعم المناطق الأكثر احتياجا سواء في مجال التعليم أو في قطاع الصحة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم تلك المناطق في إطار هذه الخطة. خلال الاجتماع أيضا أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهلهم، وفي هذا الصدد تناولت بعض المقترحات التي يمكن أن تطبق خاصة من خلال الدعم المقدم لأسر برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى بعض المقترحات الأخرى التي تدعم المناطق الأكثر احتياجا. وقال المتحدث الرسمي تناولت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، موضحة أنه يمكن خلال المرحلة المقبلة دعم مناطق جديدة لم يتم مسبقا تقديم الدعم لها خلال الفترة الماضية. وأشار أيضا المتحدث الرسمي لتأكيد ممثل وزارة الدفاع قيام القوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وأنه لفت إلى أهمية التوافق على المناطق المستهدفة في المبادرة الجديدة، في حين لفت ممثل وزارة الداخلية لأن الوزارة قامت بتحديد عدد من المناطق الأكثر احتياجا من خلال المتابعة الميدانية لعدد من تلك المناطق، وأن الوزارة تأخذ في اعتبارها أهمية تقديم صور الدعم الممكن لها بما يسهم في تقليل الأعباء الملقى على كاهل المواطنين في تلك المناطق. فيما أبدى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استعداد الجهاز لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن للمناطق الأكثر احتياجا من خلال المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فور تحديد تلك المناطق. في ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بإجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجا التي سيتم تقديم الدعم الاستثنائي لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والنظر في التنسيق مع المجتمع المدني في تحديد تلك المناطق بدقة. كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي في السياق ذاته أو في السياق نفسه بأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة من أجل تقديم الدعم في العديد من المجالات مثل توجيه قوافل طبية أو دعم بعض الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن تكرار المبادرة الجديدة في مناطق أخرى بعد الانتهاء من المجموعة الأولى من المناطق الأكثر احتياجا.
أفادت مراسلة إكسترا نيوز بمحافظة الإسماعيلية بانهيار عقار خال من السكان. وأضافت مراسلتنا أن العقار صادر له قرار إزالة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث. وننتقل إلى خبر آخر مهم مشاهدينا من أخبارنا في إكسترا اليوم، حيث وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء السد الإثيوبي. أكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 من سبتمبر لعام 2021، منوها بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تعد غير مقبولة جملة وتفصيلا لمصر، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين الشعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك. كما أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن السد الإثيوبي بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإطفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، ومشددا على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي. هذا وشدد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها الأثار السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر قد أسهم في التعامل مع الأثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها وعن مصالحه. إلى ذلك أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي إنجازات حملة إيد واحدة بعد شهر من تدشينها، وهي بتعد مبادرة اجتماعية تنموية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة وأيضا الهلال الأحمر المصري، بتهدف هذه الحملة لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجا في مصر من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، كما تسعى أيضا إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة. من أهداف هذه الحملة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
ولكي نتعرف أيضا على إجمالي ما تم تقديمه من خدمات بعد شهر من تدشين الحملة، نشاهد سويا العرض التالي. أعود لحضراتكم مرة أخرى وننتقل مع حضراتكم إلى هذا الخبر. تصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم العام الجاري، وفقا لمؤشر القوة الناعمة العالمية الصادر عن شركة الاستشارات العالمية براند فاينانس، ما يعكس المكانة المميزة والتأثير الإيجابي والسمعة الطيبة لها بين الدول. يعتمد المؤشر على استطلاع رأي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي يصل عددها ل 193 بشأن تصنيفات الدول ومدى تمتعها بالمقاييس المطلوبة حتى تدرج على القائمة. أوضح موقع بيزنس إنسايدر أفريكا المتخصص في التقارير الأفريقية أن مصر حصلت على نتيجة 44.9 درجة على المؤشر الذي يقيس 8 ركائز أساسية من بينها الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية والتعليم والعلوم والثقافة والتراث والحوكمة والإعلام والاتصالات والمستقبل المستدام والشعب والقيم. وتعرف القوة الناعمة بأنها القدرة على الإقناع والتأثير في بعض الأطراف حتى تتم الاستجابة لرغبات الطرف
الدولة التي تمارس القوة الناعمة، ويمكن في هذا الصدد الاستفادة من أدوات عديدة. مشاهدينا الكرام، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وكذا التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع ويعيد الاستقرار للمنطقة. وردنا الآن إذن مشاهدينا هذا الخبر العاجل، حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع ويعيد الاستقرار للمنطقة. بالعودة مشاهدينا لخبر هام، خبر تصدر مصر لقائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير. معايا على التليفون سعادة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية. تحياتي لحضرتك سعادة السفيرة، وفي البداية التصنيف ده حضرتك إزاي بتشوفي مسألة تصدر مصر لي أو في التأثير في القوى الناعمة عالميا، ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني طبعا أولا مساء الخير، ثانيا يعني مثل هذا الخبر يسلك صدورنا جميعا، لأنه معناه إن مصر الجهود التي بذلتها خلال الفترات السابقة كان لها مردود واضح بتصدرها هذه القائمة على الأقل في أفريقيا. ده إحنا عملنا جهد كبير جدا على مدى كل السنوات الماضية، وزي ما حضرتك أوضحتي في أثناء في متن الخبر نفسه إنه المعايير متعددة، يعني هي بتتناول كل ما يخص العلاقات الثنائية والعلاقات غير الثنائية ما عدا القوى الخشنة. يعني احنا عندنا نوعين من القوى اللي هي بتمارسها الدولة في علاقاتها الخارجية، القوى الخشنة وهي التدخل العسكري أو الحروب أو غيره، والقوى الناعمة وهي كل ما عدا ذلك وما يؤثر على العلاقات ويؤدي إلى نفاذ الدولة في المجتمع الدولة الأخرى بحيث أنها تصبح ذات تأثير على هذه الدولة. فطبعا احنا عندنا من عناصر القوى الناعمة الكثير، احنا نقدر نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن الفن، نتكلم عن الثقافة، نتكلم طبعا عن مثلا الصحة والمبادرات الصحية اللي احنا مصر عملتها تجاه المجتمعات الأفريقية بصفة عامة، نتكلم على الإعلام ومدى وصوله واهتمامه بالقضايا الأفريقية، نقدر ان احنا نتكلم على المرأة، والمرأة بتعتبر من
العناصر القوية جدا للقوة الناعمة لأي دولة، والمؤشرات الخاصة بتمكين المرأة أو حصولها على مكتسباتها أو ما عدا ذلك، كل ده بيضع الدولة في مرتبة أعلى، يعني التصنيف بتاعها بيعلى. نفس الحكاية مثلا العلاقات بين الشباب المصريين وشباب الدول الأفريقية، وإحنا استضفنا أكتر من مؤتمر في مصر صحيح للشباب، وكان في تواصل ما بين الشباب دول والشباب دول، وبالتالي احنا كمان بندخل بنأثر على مستقبل العلاقات في القارة. يعني الحقيقة زي ما بقول لحضرتك، هي كل أوجه العلاقات ما عدا القوى الخشنة بتندرج تحت فكرة القوى الناعمة، ولو حبينا ان احنا نتكلم فيها ده يعني حديث طويل يبدا ولا ينتهي. صحيح، لكن ممكن اتوقف مع حضرتك في متن الخبر بيقول انه مصر استطاعت بنسب جيده تطويع ادواتها زي ما حضرتك تفضلتي فيما يخص الفن والرياضه، لكن من ناحيه اخرى تطرق الخبر للدبلوماسية المصرية سعاد سفيرة أو الاتزان الدولي اللي يمكن كانت تقوم به مصر في الواضح جدا في خطواتها في الفترة الأخيرة. ممكن نركز على النقطة دي تحديدا، حتى أيضا تطرق للمساعدات الخارجية واللي يمكن كان لمصر دور مهم، يمكن من توقيت أزمة كورونا حتى اللحظة كان كثير من الدول قدمت لها مصر للأشقاء لدول مختلفة مساعدات، كان هو الأكبر في تاريخ المساعدات المصرية. أنا بس عاوز أقول لحضرتك أنه المساعدات المصرية لم تقتصر على فترة الكورونا، يعني المساعدات اللي قدمتها مصر، في مساعدات إنسانية قدمتها في حالات الكوارث، في مساعدات إنسانية قدمتها لدول كان شعوبها بتعاني من مجاعات، يعني في كثير من أنا أعني من فترة كورونا سعاد سفيرة حتى اللحظة، يعني حتى اللحظة اللي بنتحدث فيها مع سيادتك. لا، هو حتى اللحظة إحنا حضرتك مصر من خلال وزارة الخارجية المصرية أنشأت ما يسمى بالوكالة المصرية للتنمية في أفريقيا. إحنا كمان إحنا المساعدات اللي كنا بنقدمها كانت في شكل خبرات وعقول مصرية بتتوجه مزبوط. للدول الأفريقية لتساعد في عملية التنمية والبناء. صحيح. ولأن ده أقوى من أنك أنت تبعتي شحنة معونات ثم ينتهي التأثير عند هذا الحد. لا، إحنا عندنا خبراء موجودين في القارة الأفريقية في كافة المجالات. إحنا بنعمل المنح اللي بتقدمها مصر دي من ضمن القوى الناعمة، كل الجامعات المصرية حتى الجامعات الخاصة أصبحت تقدم منح للإخوة في أفريقيا. عندنا دورات لبناء القدرات في كافة المجالات، يعني في القضاء وفي الشرطة وفي الدفاع وفي الخارجية وفي الرأي، كل المجالات اللي حضرتك ممكن تتصوريها. كل ده بيساعد طبعا على أنه الصورة بتاعت مصر واسم مصر يتردد بشكل دائم، وهو ده اللي بتعنيه القوة الناعمة. لما صحيح. اسم الدولة بيزداد تردده وبشكل إيجابي، يعني مش بيزداد تردده لأنها يعني ارتكبت عمل سيء، لا، هي مهتمة بتحقيق التنمية، هي مهتمة بمساعدة الأشقاء الأفارقة، هي مهتمة بالتنمية، بالتدريب، بالتعليم، مهتمة بالرياضة، مهتمة بكل ما يبني الإنسان الأفريقي. نعم. فطبعا يعني لنا أن نفخر يعني. نعم، بشكرك طبعا سيادة سفيرة أنك أشرتي كمان لنقطة مهمة، هي مسألة موقع مصر الجغرافي، وأن هي يعني ممكن نقول نموذج للبلدان الأفريقية، مسألة أنها تنقل الخبرة في أكثر من مجال، ده بالتأكيد أعتقد هذا العنوان الأول لشرحك في نهاية الاتصال يعني. فبشكرك شكرا جزيلا للتوضيح، كان بصحبتي السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية. طيب، ننتقل لخبر مهم، وهو بداية من أمس حجبت البرازيل منصة إكس للتواصل الاجتماعي اللي هي تويتر سابقا، بعد ساعات من انقضاء مهلة منحتها المحكمة العليا البرازيلية، والتي بدورها كانت تقضي بوقفها بسبب ارتكاب مخالفات قضائية.
حذرت المحكمة العليا البرازيلية من حظر المنصة في حال لم يتم تعيين ممثل قانوني لها في البلاد. الحقيقة أنه ليس البرازيل وحدها اللي بتقدم على خطوة كهذه، سواء تجاه أكس أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي اللي بتواجه أصلا إشكاليات من هذا النوع. التعليق على هذا الخبر معايا على الهاتف الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. تحياتي لحضرتك دكتور. ماذا تعني هذه الخطوة؟ يعني هل منصات التواصل الاجتماعي بتتورط في أخطاء لو صح التعبير دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذ رغد. الحقيقة طبعا عموما بشكل عام الدول الغربية بتستعمل المنصات الإلكترونية لنشر ما تريد أن تنشره من معلومات لصالحها، وحجب ما تريد من معلومات برضو لصالحها. ده بشكل عام. يعني إذا جاز التعبير مثلا التعرض إلى المجازر الإسرائيلية في غزة، حجبها تماما في معظم المنصات الغربية، وبهذا الشكل في انحياز للمعلومات اللي هي عايزاها. بس الحقيقة البرازيل عندها رئيس قوي لولا دي سيلفا، عمل أكتر من إنذار لمنصة إكس أو تويتر إنهم بيتدخلوا في الانتخابات البرلمانية الداخلية وعندهم مخالفات في الدولة، ولم ينصاعوا أو يدفعوا المخالفات أو يدوا أسباب لكده، واضطر بحكم قضائي إيقاف المنصة دي داخليا في البرازيل. البرازيل عدد سكانها كبير، عدد المستخدمين أكتر من 20 مليون للمنصة. صاحب المنصة إيلون ماسك طبعا ليه آراء يعني عالمية كثيرة، وفي نفس الوقت هو عنده شركة ستار لينك للأقمار الصناعية اللي هي بيبث من خلالها منصة إكس. هو بيتدخل في كتير جدا من الدول النامية بالتحديد أو الاقتصاديات الناشئة. أنا أعتقد أن الغرب بشكل عام بيحاول يفرض ما يفرضه. يعني احنا لما نشوف احنا من كام يوم لما فرنسا ألقت القبض على مالك منصة تيليجرام بحجة انه مش متعاون معهم يديهم معلومات. طب ليه؟ لان منصة تيليجرام ليست غربية، هي في النهاية مالكها روسي الجنسية وحصل بعد كده على جنسية فرنسا والإمارات، لكن هو لم يتعاون معهم في اعطائهم معلومات للمستهلكين والعملاء عنده، هم حوالي مليار شخص. نعم. فإذن النهاردة الغرب بيضغط على جميع المنصات الغير غربية الغير موالية لهم علشان يقود حرية هذه المنصات ويحجب عنها أحيانا الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الغربية، في سبيل أن المنصات الغربية تنتشر أكتر وتبث ما تريد أن تبثه من ثقافة العنف أحيانا من خلال الألعاب الإلكترونية اللي على هذه المنصات، أو نشر الثقافة المثلية من خلال هذه المنصات وثقافات أخرى تتنافى مع التقاليد والأعراف والأديان في معظم الدول الأخرى. إذن إحنا قدام مشكلة كبيرة جدا حلولها بقت صعبة. العالم النهاردة الافتراضي أو اللي إحنا داخلين فيه العالم الثلاثي الأبعاد الميتافيرس هيبقى صعب كتير بعد فترة إن نحكم.
هيبقى صعب كتير بعد فترة ان احنا نرجع تاني الى الطرق التقليدية. اذا النهاردة الغلبة لنشر الثقافة بالطرق الرقمية الالكترونية هو ده السائد. اذا احنا علينا ايه بقى كدول الى حد ما نشأ في هذه الاستخدامات؟ التوعية، ندخل المناهج الالكترونية في التعليم ونشر الثقافة علشان أوعي الشباب بالتقاليد الصحيحة، بالأعراف الصحيحة، بتقاليد الدين والأشياء السليمة كلها، ليه؟ علشان أجابه السيل من المعلومات المغلوطة والخاطئة اللي بتبث لي شبابنا وأطفالنا عبر هذه المنصات. وده بطبيعة الحال بدأ أنه يتحقق يعني تدريجيا يا دكتور، وبشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا للتوضيح ولوجودك معنا في آخر فقرة من أكسترا اليوم، الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، شكرا جزيلا جدا لحضرتك يا فندم. بهذه الفقرة الأخيرة من أكسترا اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، شكرا للمتابعة وتحية فريق العمل وعلى رأس الساعة نشرة السادسة، إلى اللقاء، شكرا لكم.